السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيك. وفيك بارك الله، تفضل. تفضلك الله. أيوه. امرأة عندها ورم ليفي في الرحم، فاضطرت لإجراء عملية جراحية، فذهبت إلى أمهر الطبيبات في محافظتها، ولكن كل طبيبة كانت تقول إنه في نسبة كبيرة يتم استئصال الرحم. ففضلت لحد ما راحت لطبيب قال لا، ما فيش أي نسبة خالص لاستئصال الرحم، وإن شاء الله العملية ناجحة 100%. هل تستمر مع الطبيب ولا تضطر إنها تروح للطبيبات الأقل مهارة من الطبيب؟ يعني الطبيبات يقولن باستئصال الرحم والطبيب يقول لا حاجة إلى ذلك؟ الطبيبات تقولن بنسبة 70% يتم استئصال الرحم. والطبيبات جراحات؟ نعم. ويقولن يستأصل الرحم، والطبيب قال لا داعي لاستئصال الرحم. نعم. ستكون ضرورة ولا يستأصل الرحم، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وياك وياك.